اولا ميرسي جدا على الاستضافه، انا شرف كبير جدا ليا ان انا معاكم في الفن. وهلو الحمد لله. البافتا بريك ثرو بالنسبه لي انا فوجئت، يعني هم بينقوا بس 5 ممثلين في عشان البريك ثرو بريتس دي كل سنه، فكون ان انا واحد منهم انا اصلا ما كنتش متوقع ان ده كان ممكن يحصل يعني. بس الانتاج بتاع الفيلم فيلم 4 وبي اف اي وموفي هم رشحوني وبافتا شافوا الفيلم وبس. وبعدين جالي بقى ايميل من بافتا وبس. انا بلعب دور واحد اسمه عمر، ودي قصه حقيقيه. هو عمر ده واحد يعني المخرج بن شارك تعرف عليه وهو كان بيدرس في سوريا، وهو ملحن وموسيقي بيعزف العود، وهو بيروح لندن عشان ياخد اللجوء. بس لما بيروح بيلاحظ ان هو صعب ان هو ياخد اللجوء وهو لوحده، فبيودوه بقى جزيره في اسكتلندا وهو قاعد هناك بقى مش عارف هل هيرجع او هيقعد. بصراحه لما جالي السكريبت من وكيل اعمالي انا كنت متردد جدا، لان معظم زي ما انت بتقول يعني السكريبتس او القصص ما بتديش فرصه للشخص نفسه ان يقول قصته. واحيانا بيعملوا فوكس على الشخص اللي بيساعده. بس لما قريت السكريبت لاحظت حاجتين. انا عمري ما ضحكت وعيطت في نفس الوقت لما بقرا الورق بجد. هو عامل فوكس على عمر، وبالذات كمان بيفكر الاودينس الجمهور ان هو اصلا مش حابب يسيب بلده، هو مبسوط في بلده، مبسوط مع اهله، وكان عايش عيشه كويسه هناك. ودي الرساله اللي احنا عايزين نوصلها ل يعني all over the world، يعني بالذات اصلا في اوروبا، لان دي مشكله يعني في المجتمع هناك. فاكرين ان اللاجئين بس عايزين بس ايه ياخدوا مكانهم وبس. احنا كنا محظوظين ان احنا قعدنا مع لاجئين في اسكتلندا للريسيرش للتدريب للدور، يعني كنت قاعد معاهم مره في الاسبوع. هم يعني هم حاليا كمان عندهم صعوبات كتير جدا في اسكتلندا، دي الحقيقه يعني. بس فدي الفكره اللي احنا عايزين نوصلها.